مرحبا. جرائم قتل الناشطين من الشباب المتظاهرين ضد الفساد والمطالبين بتحسين أوضاع مدنهم وللحصول على فرص عمل عادت وبقوة وبوقاحة. هذه الجرائم اللي تحمل رسائل تحدي واضحة للحكومة العراقية من جهة، ولإنهاء عزيمة المتظاهرين بالمحافظات العراقية من جهة ثانية. جرائم رخيصة وجبانة استهدفت نساء وشباب عزل. هذول الناشطين ما يملكون غير أصواتهم الشجاعة وأرواحهم الوثابة والمضحية من أجل قضية شعبهم، بينما المجرمين الجبناء يملكون كل وسائل القتل وما يتحلون غير بالعار والخوف. قبل أيام قليلة اغتال الجبناء الدكتورة ابنة البصرة الناشطة البارزة ريهام يعقوب، اللي شاركت بالمظاهرات منذ عام 2018 وكانت تقود مظاهرات نسائية وهي بعمر 30 برصاص مسلح ملثم جبان. أطلق النار عليها من على دراجة نارية من كانت داخل سيارتها في مدينة البصرة وبرفقتها ثلاث نساء، أحدهم قتلت فيما نجت الاثنين المرتين الباقيات من رصاص المسلحين اللي أمطر على السيارة. هذه ثالث مرة يستهدف فيها مسلحون مجهولون نشطاء في البصرة خلال أسبوع، حيث شهدت المدينة مظاهرات غاضبة بعد مقتل الناشط تحسين أسامة الشحماني بطريقة بشعة، حيث أطلق عليه 20 رصاصة في مكتبه في العشار، وهذا كان قبل مقتل ريهام. دول وهيئات عدة نددت بموجة الاغتيالات اللي طالت الناشطين المدنيين في العراق، حيث أدانت كل من الولايات المتحدة وفرنسا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي عمليات الاغتيال الممنهجة بحق النشطاء. واشنطن قالت إن الاغتيالات تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، فيما شددت باريس على ضرورة تقديم المسؤولين عن العملية للعدالة، وطالب الاتحاد الأوروبي بإخضاع الفصائل المسلحة لسيطرة الدولة، واعتبروا هذا الموضوع أمر حاسم لمستقبل العراق. بعد مقتل ريهام وتحسين وهو أب لأربعة أطفال، تعرض كل من الناشطة لوديا ريمون والناشط عباس صبحي في البصرة أيضا لمحاولة اغتيال، نقل على أثرها إلى المستشفى وهما في حالة حرجة، وهذا مما أدى إلى غليان في المحافظة وخروج تظاهرات اتهم المشاركون فيها ميليشيات عراقية مدعومة من إيران بالتخطيط لتصفية الناشطين، خاصة بعد أن نشرت إحدى وكالات الأنباء الإيرانية تقرير اتهمت به الناشطين بالتواطؤ مع القنصلية الأمريكية في البصرة، بينما تقول مصادر أمنية أن عمليات التحقيق في حوادث الاغتيال لن تصل إلى نتيجة كالعادة. وتعبيرا عن غضبهم بعد مقتل ناشطين عراقيين ريهام وتحسين، احتشد عدد من المتظاهرين في البصرة أمام مكتب مجلس النواب مطالبين بإقالة محافظ البصرة، وأدت القنابل الحارقة اللي ألقاها المظاهرين على المبنى اندلاع حريق في المكتب، وردت القوى الأمنية بإطلاق النار على المحتجين لتفريقهم، هذا اللي يقدرون عليه. وتيرة الاحتجاجات الغاضبة انتقلت من البصرة إلى الناصرية مركز محافظة ذي قار، حيث قام محتجون بهدم سبع مقرات حزبية في مدينة الناصرية. هاي بعد ليلة شهدت تفجيرات قرب ساحة الحبوبي وأوقعت جرحى. المحتجون جابوا آليات ثقيلة بلدوزرات وشفرات إلى مقرات الأحزاب وبدأوا بتهديمها في خطوة تصعيدية جديدة. الأحزاب اللي تعرضت مقراتها للتهديم هي الدعوة، منظمة بدر، فوج عصائب أهل الحق، وحزب حزب الله والحزب الشيوعي وتيار الحكمة، إضافة إلى منزل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة المنحل جبال الموسوي. مما صعد في احتجاجات الناصرية هي التصريحات الاستفزازية لزعيم حزب الدعوة نوري المالكي، اللي وصف فيها المحتجين بالفوضويين
وطالب بردعهم. المالكي قارن بين سقوط الموصل اللي حصل في عهده وتحت قيادته وبتواطئ منه على يد داعش، وبين محافظة الناصرية اللي هي الآن حسب تصريحه شبه ساقطة ويتحكم فيها مجموعة من الشباب الصغار، مضيفا العلاج هو ردع الفوضويين. في محافظة بابل نظم ناشطون وقفة احتجاجية للتنديد باغتيال ريهام يعقوب وتحسين أسامة في البصرة، مطالبين بالكشف عن قتلة المتظاهرين، ورفع المحتجون لافتة مكتوب عليها أوقفوا جرائم القتل فإن دمائنا لن تجف بالكواتم. قبل أن يسافر رئيس الوزراء مصطفى الكاظم إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعد مقتل الشحماني مباشرة، أقال الكاظمي أقال قائد شرطة البصرة رشيد فليح اللي استعصت إقالته طيلة السنوات الماضية، رغم أن سنواته في المنصب شهدت سجلا حافلا بالاغتيالات وقتل المتظاهرين والانتهاكات والنزاعات العشائرية وخرق حقوق الإنسان، لكن القرار ما حقق أي أصداء عند المتظاهرين المفجوعين بمقتل أصدقائهم، وكانوا ينتظرون حملة إقالات تشمل جميع المسؤولين عن القتل، تتبعها محاكمات عادلة لكشف المتورطين بحمام الدم. رشيد فليح رد باليوم التالي للإقالة تصريح قال بي كل الذي فعلناه كان من أجل البصرة، يعني القتل والاختطاف وخرق حقوق الإنسان كان من أجل البصرة. الكاظمي فور عودته من واشنطن توجه مع القيادات الأمنية إلى البصرة وزار منزل الناشطة ريهام الشهيدة ريهام، وتعهد لعائلتها محاسبة قتلة الناشطين والتي تزايدت في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن كلمات الشهيدة ريهام أدخلت الرعب على قلوب المجرمين الجبانة. وقال الكاظمي أمام عائلة ريهام أقسم بدم الشهيدة أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن، وأن دماء الشهيدة والشهيد هشام الهاشمي والشهيد تحسين أسامة لن تذهب هدرا، مؤكدا أن زيارته للبصرة جاءت لاستتباب الأمن ولا مجال للسلاح المنفلت والضغوط السياسية في العمل الأمني. وسط الإدانات العراقية والدولية لجرائم قتل الناشطة ريهام يعقوب والناشط تحسين أسامة، جاءت تصريحات استفزازية من النائب كاظم الصيادي عضو مجلس البرلمان اللي اتهم الشهيدة بالعمالة. هذه التصريحات الحاقدة أثارت موجة غضب في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي. الصيادي في حديث عبر قناة العهد التابعة لميليشيا عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي رفض وصف ريهام بالناشطة وقال هذه ليست ناشطة، الناشطة لا تذهب للسفير الأمريكي، الناشطة لا تذهب للسفارات، هذه عمالة. الصيادي نسى أن رئيس مجلس النواب وغالبية البرلمانيين والأحزاب والسياسيين رايحين جايين للسفارة الأمريكية والبريطانية، أما الإيرانية فهي بيتهم صايرة. ورد على سؤال مقدم البرنامج أنه هل تستحق ريهام القتل؟ أجاب الصيادي أنا لا أقول تستحق القتل، هذه تصفيات سياسية تستهدف أحزاب الانتخابات المبكرة وتدخل في قضية فرض وكسر الإرادات، هذه سياستكم مو ريهام ولا تحسين ولا المتظاهرين. لو كان هناك قضاء نزيه بالبلد ومجلس نواب يحترم شرعيته كان سحب الحصانة من الصيادي وقال من البرلمان وقدم للمحكمة بتهمة التحريض على قتل ريهام وغيرها من المتظاهرين وتشويه سمعتهم. النائبة ليلى التميمي من جهتها علقت على أحداث البصرة واصفة إياها بأنها رسالة سلبية لهشاشة رد الفعل الحكومي، مطالبة برد فعل صائب وصلب اتجاه المتظاهرين طبعا مو ضد القتلة.
وقالت التميمي: لا نقبل أبدا بالتجاوز على القانون الذي يمثل الأرضية للجميع. نائبة عضوة البرلمان ممثلة الشعب تحدثت عن الديمقراطية الضائعة، ما نعرف عن أي قانون تتحدث في ظل سيطرة الميليشيات على الأوضاع، ووصفت ما يقوم به المتظاهرون في البصرة وبقية المحافظات الجنوبية بالوضع الهش وإهانة المؤسسات الحكومية بطريقة خارجة عن القانون، كما هو حاصل في مدينة البصرة ومن قبلها بعدد من المحافظات الجنوبية. طبعا النواب العراقيين يعني غريبة، اللي هم دائما يدعون أنهم يمثلون الشعب وأنهم منتخبون من قبل الشعب، يشتغلون ضد الشعب ويعرضون ضده. هذا أغرب ما يحدث في تاريخ البرلمان بالعالم. التميمي طالبت الحكومة لاتخاذ فعل صلب يوقف هذه الانتهاكات وتقطع معه دابر الفتنة العمياء التي تؤدي إلى الانزلاق إلى وحل التردي الأمني والتسيب. يعني المتظاهرين هم السبب بالانفلات الأمني والانزلاق إلى وحل التردي، مو الميليشيات ولا سوء الأوضاع الأمنية والأزمات في البصرة والمحافظات الجنوبية وغيرها. وحسب تعبيرها أن هذه ما تسبب هذا هم المحتجون المطالبون بحقوق مش مشروعة ما جابت سيرتهم. محافظ البصرة أسعد العيداني وصف بطريقة غير مباشرة المتظاهرين بالمخربين والمجرمين، مطالب المجتمع المحلي يعني أهل البصرة والعشائر بدعم الحكومة المحلية، دعمه إلى والأجهزة الأمنية في مجال تقديم المعلومات المهمة من أجل الكشف عن المخربين والمجرمين. يعني ميليشيات قدامك والسلاح والفلت قدامك، مو المتظاهرين هم من يحملون سلاح ومخربين. بعد مقتل تحسين أسامة تجمع المتظاهرين قرب بيت العيداني بالبصرة، فقام محافظ البصرة بنشر رسالة عبر موقع إقليم البصرة اللي تابع إله، قال فيها إن لديه ابنة يبلغ عمرها 4 سنوات وإن سيدافع عنها مهما تطلب الأمر. طيب نسأل العيداني، ماذا عن قائمة أطفال الناشطين اللي تركوهم خلف اللي تركوا خلف أبائهم بعد أن طالتهم عمليات الاغتيال؟ يعني بس بتك ال4 سنوات الله يحفظها المهمة، وأطفال الشهداء. الناشطون ردوا على العيداني بنشر المئات من صور أبناء الناشطين اللي استشهدوا برصاص الطرف الثالث أو القوات الأمنية على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي. أما قيادة شرطة البصرة فيعني وصلت إلى مرحلة متقدمة وأصدرت وثيقة تتضمن منع تجوال أي سيارة بدون لوحات وحصر السلاح بيد الدولة. يعني معناتها هذا أنه السيارات بدون لوحات كانت تمشي، والآن يلا بعد 17 سنة انتبهوا أنه أكو سيارات بلا لوحات وأنه السلاح منفلت. السلاح منفلت ما يزال منفلت. كان الأفضل أن تمنعون تجوال هذه السيارات وتحصرون السلاح بيد الدولة. بالعراقي الفصيح نقول: ليس من العدل تحميل الحكومة الحالية تراكم أخطاء وممارسات الحكومات السابقة. رئيس الحكومة الأسبق نور المالكي هو من شجع ومول تشكيل الميليشيات المسلحة غير الشرعية لدعم بقائه في السلطة. ورئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي تهاون في ملاحقة السلاح المنفلت. أما رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي فقد أغمض عينيه عن جرائم قتل ما يقرب من 800 متظاهر وسكت عن هذه الجرائم. المطلوب من حكومة الكاظمي هو حرب حقيقية ضد الميليشيات والعمل بجدية على حصر السلاح بيد الدولة ليشعر المواطن بالأمان، وإلقاء القبض سريعا على قتلة الناشطين وتقديمهم للعدالة. شكرا. سلام.